على التليفون كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر. كابتن عبد الظاهر اهلا وسهلا بيكم، مساء الورد. اهلا بيك يا كابتن ابراهيم، وحشني جدا والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب، ما تحرمش منك حبيبي حبيبي. خليني اسالك بقى على الصفقات الموسم ده، وهل انتوا حققتوا كل اهدافكم فيها ولا لا، وحاسس ان انتوا جبتوا كل احتياجاتكم ولا لسه في صفقات تانية؟ طبعا الكلام على الصفقات، هو مجلس الاداره واخد القرار ان احنا ان شاء الله اخر صفقه او صفقتين ان شاء الله في خلال ايام بسيطه، يعني بعد بكره هيبقى ده اخر انتهاء الصفقه من الصفقات اللي احنا جبناها خلاص تماما يعني. لكن ما فيش حاجه مستخبيه، لان كل حاجه دلوقتي بقت على السوشيال ميديا وكل الناس بقت عارفه. لكن احنا كمجلس اداره واخدين ان احنا هيبقى في مؤتمر صحفي للناس الجداد، وهنطلعهم بالشكل اللي يليق بيهم، واللي احنا ان شاء الله متوسمين فيهم خير ان هم يطوروا الفريق ويضيفوا الفريق. لكن اكبر صفقه واحسن صفقه طبعا ممكن اتكلم عليها هي ان السكواد بتاعنا قعد، ما حدش مشي، وده شيء مهم جدا. ما فيش ولا لعيب مشي، انتوا حافظتوا عليهم كلهم الحمد لله. فده اكبر صفقه بقول عليها ان احنا الحمد لله كاداره قدرنا ان احنا نقعد اللعيبه كلها، ما حدش مشي، مع كتر العروض اللي كانت موجوده لكل لاعب موجود. وده شيء مهم جدا ان انت تحافظ على سكوادك، فده بتدي مسج ان انت حد رايح لحته قويه باذن الله رب العالمين، ان احنا عايزين نطور في كان في اعاده انتاج لمجموعه من اللاعبين. انا بفتكر في بدايه الموسم لما كنت بسالك قلت لي احنا جبنا لعيبه كبار، واللعيبه دول عندهم شغف ونهم كبير، وده كان الاستراتيجيه بتاعتكم وانتم بتختاروا المجموعه ديت، انه يعملوا حاجه او يثبتوا نفسهم او يقولوا لا احنا ما كناش واخدين الفرص الكامله في الفرقه اللي احنا كنا موجودين فيها، او يعبروا عن نفسهم بشكل مختلف. الى اي مدى شايف انه اللعيبه اللي انتم جبتوها حققوا الرهان اللي انتم كنتوا حاطينه عليهم؟ هو تقريبا 100% و 200% كمان. يعني انت كنت داخل كنادي عندك تارجت والورق حلو جدا، بالك لما بتيجي ترسم على الورق بتبقى اسهل واحد، ويبقى الكتابه سهله، لكن التفاصيل هي اللي صعبه. صحيح، التنفيذ هو اللي كان صعب جدا علينا كلنا كمنظومه، من اول اداره واداره فنيه واداره طبيه واداريه واللاعبين اللي هم لهم الدور الاساسي اللي موجودين، ان انت ازاي تحول الورق لتنفيذ على الارض. ممكن ترسم برج عالي جدا حاجات تحفه، لكن تيجي تنفذها على الارض ممكن ما تكونش صالحه انها تنفذ فيها الموضوع. لكن الايمان بالقضيه ان انت فعلا نادي عايز تبقى كبير وعايز تبقى متواجد في حته كبيره، موضوع مش سهل خالص، موضوع صعب جدا. صحيح. فكان علينا ان احنا نشتغل جامد جدا، والحمد لله قدرنا بفضل ان احنا الحمد لله فضل ربنا سبحانه وتعالى، لكن ان احنا كلنا مش هنحقق تارجتنا غير بالشغل بس. هو الشغل وبس، ما عندناش قواضي تانية غير الشغل وبس. طيب مين الصفقتين اللي انت بتقول ما فيش حاجه بتستخبى على السوشيال ميديا تقريبا كل الناس، مين الصفقتين تقدر يعني عايز تحب تقولهم، يعني الصفقتين المتوقعين؟ انا حابب برضه ان انا امشي مع الاداره، وان احنا كمسؤول انت ممكن تعرف ماشي السوشيال ميديا. حارس ومهاجم هم ها؟ حارس ومهاجم، حارس ومهاجم صح كده؟ بالظبط، حارس ومهاجم هم اللي فاضلين. طيب فكره ان تعرف تتمسك بمجموعه من اللاعبين والعروض اللي كانت عندهم كلها من عروض من انديه كمان كبيره، مغريه كمان، مغريه جدا، مغريه من الناحيه الماديه كمان، كل حاجه. بس اللي اعرفه ان انتم يعني عقودكم من العقود المحترمه، يعني في ناس تسعى ان هي تبقى موجوده في فيوتشر. هي عقود محترمه اكيد، بس عمرها ما تيجي للعروض اللي كانت موجوده. والله طبعا فرق كتير جدا. وكمان بشكر اللعيبه ان هي برضه ما راحتش للحته دي. خلي بالك ان انت برضه لو المبالغ والعروض اللي كانت معروضه كان ممكن اللعيب يهرب منك برضه، خلي بالك يعني ممكن يقعد بجسمه، لكن هو شخصيا مش مرتاح. ان انا معظم الانديه اللي بتمشي فرقتها بتمشيها عشان الناحيه الماديه او عشان عقده قليل جدا، فانت مش قادر تحقق له عقده، او هو بقى نجم كبير جدا بقى اكبر من الفرقه، او ان انت عايز تبيع حد عشان تقدر تصرف طول السنه على الفريق. ده العوامل الدوافع اللي اي اداره بتسيب اللعيبه عشانها. وكمان لو هم صمموا ان هم يقعدوا فبيقعدوا بمشاكلهم، بيقعدوا بمشاكل، بيقعدوا بقى يقول لك لا ده انت بتديني كذا. فانت
اي نعم الحمد لله ان احنا مديش قليل ولا بندي كتير، احنا الحمد لله بندي الحاجه اللي هي مظبوطه يعني. صحيح. وبعدين احنا كمان بنقنع اللعيب او اللعيب مقتنع او اللعيب سعيد معانا اللي هو اه الحمد لله انا ماشي كويس والنادي ده له فضل عليا، ده اللي احنا بنقوله دايما. انت الجو اللي احنا هيئناه والدوافع اللي كانت عندك اللي احنا حولناها للتيم، وكل واحد فينا سعره زاد في النادي، وكل واحد بنى طوبه في النادي ده، لان احنا مش رايحين على نادي. دايما انا اقول في غرفه الملابس كده احنا والجهاز الفني كابتن علي والناس كده بنقول احنا بنسطر تاريخ واحنا اللي بنينا النادي، فاحنا اول دفعه في الجامعه. أي عارف أي فاحنا أي فاحنا هيفتكر اسمنا او أي هيفتكر اسامينا ان احنا كنا اول فرقه في النادي ده، والنادي ده ان شاء الله بعد 100 سنه يفتكرونا وتبقى احنا عملنا تاريخ للنادي ده في اول سنه ان شاء الله باذن الله. طيب خليني اسالك بقى في مجموعه من اللاعبين اللي قدموا الى فيوتشر وبشكل او باخر اخذوا فرص فبقوا موجودين في منتخب مصر، يعني ما بتكلمش بقى على العروض من الانديه، بتكلم مثلا عن عبد المنعم، هو راح منتخب مصر من خلالكم ثم عاد الى النادي الاهلي بتفاهما جرى بين فيوتشر وبين النادي الاهلي. عمر كمال عبد الواحد نفس القصه، اعتقد هشام صلاح برضو لسه مؤخرا بينضم. مظبوط كده. في المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، فكرني لو في حد تاني من اللعيبه عندكم انضم للمنتخب الوطني على مدار طبعا المسيره. احنا ما اتخدش مننا لعيبه الفتره اللي فاتت ديت لان احنا ما ريحناش الموضوع. فكره عواد في نادي الزمالك لما قال لك ان الفريق محتاج عمر كمال حصل له اصابه في اخر الماتش اللي فات ده الخلفيه، احمد رفعت طبعا ومرحله الوقف اللي هو موجود فيها ما كانش موجود فيها، ناصر ماهر ولسه راجع من الاصابه اللي موجوده، كان في كلام على محمود مرعي ان هو يروح، احنا بس مريحناش. فهو الراجل تقريبا لما سالت قال ان هو ما حبش يجهد اللعيبه، يعني ما حبش يجهدهم اكتر. يعني هو ما حصلش تواصل، هو الراجل اخذ القرار من نفسه، ولا انتوا حصل تواصل ما بينكم وما بينه وبناء عليه قلت له طيب لا يعني طب خلاص ما فيش مشكله ممكن بس سيب لنا اللعيبه ترتاح علشان تقدر تاخد منها اللي انت عايزه واحنا كمان نقدر نستفيد منها، حصل التفاهم ده والتواصل ده؟ هو شكل ودي، لان انا دايما بخاف على مصلحه لعيبتي، وانا بتكلم دايما طب تعالوا بصوا على فلان، طب خلي بالكم من فلان، ابعد حاجه للناس عشان لو مش شايفها بعينه ده يشوفها بعينه، يعني انت بتحاول برضو تبروز مجهود اللعيب بتاعك. فكلهم صحابي يعني، وكلهم بتكلم معاهم كلهم، يعني بيبقى في نوع من الكلام. ايمن عبد العزيز صاحبي، الناس صحابي، فدايما متابع مثلا ان هو موجودين في مدرجات، طب عايزين حاجه، طب عايزين تبصوا على حاجه، طب عايزين تسالوا سؤال للراجل ده كان ليه مش كويس كده. انت بتساعد الجهاز بتاع المنتخب، لانه لما جه معانا لو جه لما جه النادي وقعد واتفقنا معاه ان احنا عندنا مجموعه من اللعيبه الصغيرين السن اللي هم المستقبل، ان انت ممكن تبني عليهم فكره المشروع، موجود عندنا رضا، عاطف، اللعيبه اللي هي الصغيره اللي هي ممكن تقدر تديك لمده 10 سنين منتخب مصر. طيب بما ان احنا فتحنا برضو موضوع منتخب مصر، الى اي مدى شايف انه منتخب مصر مع روي فيتوريا مع الظهور الاول هيذهب بعيدا ان شاء الله باذن الله، انت واحد برضو من نجوم منتخبنا الوطني عبر التاريخ يعني. بص احنا 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 اتفقنا مع اتحاد الكوره كجمهور وميديا واعلام وكل المنظومه الرياضيه ان احنا في مرحله مشروع، صح ولا لا؟ فهل الكلام ده بيجي على ماتش واثنين وثلاثة؟ لا، أنا عندي فكرة مشروع، يعني أسيب الراجل يشتغل براحته تماما. هو في مرحلة دلوقتي إنه كان بيتفرج وكان بيسمع، ودلوقتي دخل في مرحلة إنه بيتعامل مع اللعيبة دايركت. أيوه. ولسه لحد الآن بيحط البلان بتاعه، ولسه أيوه. لحد الآن بيلعب بطريقة معينة بتاعته. هو لسه في مرحلة الاكتشاف اللي ما نقدرش نحكم عليه طبعا، وما نقدرش نقول عليه حاجة. محمود حمادة عنصر جديد دخله موجود في المنظومة، احنا عايزين نشوف في الاخر خالص. لعيب ما شاء الله كويس جدا والله. كويس طبعا جدا. كويس جدا طبعا. فانت النهاردة عايز تشوفه بعد شوية، مش على طول كده يعني. ان شاء الله شوية. كابتن عبد الظاهر الصوت بيقطع، يمين شوية شمال شوية. تمام. بقول لك كابتن ابراهيم، انا مش انا انا النهارده انا مصدق فكره المشروع مع الراجل ده، لان انا قعدت معاه شخصيا.
فانا عندي فكره المشروع او فلسفه المشروع ان انا ما باخدش في اول البنى، انا باخد في النص وبشوف المرحله دي هل بتتطور ولا لا، هل دخل عناصر جديده ولا لا، هل الفريق بقى فيه دم جديد، بقى فيه طريقه جديده، الروح علت، كل النواقص اللي احنا ناقصينها، هو ايه مدى اضافه الراجل ده للمنتخب اللي موجود. لكن دلوقتي اول معسكر انا شايف ان هو ما بيبقاش اي نوع من الحكم عليه، يبقى ظالم جدا. مش عايزين دايما نقول كلمه بعد كل معسكر ايه رايكم الراجل ده كويس ولا مش، السؤال ذات نفسه بيبقى نوع من الحكم اللي موجود. فاحنا برضو طالما قلنا مشروع او طالما قلنا ان فكره بروجكت او الراجل ده قاعد معانا 4 سنين، يبقى انا لازم احسسه برضو، لانه اكيد بيسمع واكيد بيشوف واكيد الجهاز بتاعه بيتكلم واكيد بيحس بنبض الشارع. يلا احنا في ظهرك، وطالما احنا شايفين ان هو بيتطور نتكلم دايما على الحاجات الايجابيه اللي حطها في الفريق بس. صحيح. عشان دي في هو محتاج الحته دي دلوقتي، خلي بالك. صحيح. طيب خليني اسالك على الصفقات اللي انتوا يعني وقعتوا معاها، وتقول لي مين متوقع ان هو يدي لك ال 100% من الموسم الاول، وانا هفكرك بانك قلت لك على الصفقات. اديني فرصه، اديني فرصه. طب اديني فرصه، اديني فرصه. طيب اديني فرصه. انا لما عبد المنعم كنت حاجه ضيف هنا، فقلت لي عبد المنعم لعيب كبير قوي وهيبقى في المنتخب. اتكلمنا على القدام. ما انا جاي لك اهو في الصوره. طيب انت مستعجل ليه؟ قول لي يعني مستعجل ليه؟ دعت لنا بس الاول في الحرم ولا لا؟ اه والله العظيم مش بعت لك؟ بعت لي اه بس باكد عليك. لا 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 عيب عليك، لا تكون نسيتني. وما انت في الاستوديو كده ببلاش يعني. ربنا يخليك ليا بدعواتك. طيب انتوا وقعتوا مع مهند لاشين، الى اي مدى شايف ان مهند هينسجم مع الفريق؟ انتوا جايبين لعيب من اللعيبه الكبيره، لعيب منتخب مصر، لعيب كان في طلائع الجيش ماشي بشكل كويس جدا. هو ده السؤال. شفت مفيش حاجه يعني، مش هسالك على صفقات جديده، بسالك على الصفقات اللي توقعته معاها. مهند فنيا وشخصيا اولا بيضيف لينا في اوضه اللبس، وده الشيء المهم جدا، لانه ليدر وشخصيه كويسه جدا وشخصيه يعتمد عليها. مع غنام ونيدفيد احنا بنلعب بطريقه 1 و2 8. هو بيعرف يلعب 6 و8، ونزلت بيلعب 6 و8، وغنام بيعرف يلعب 6 و8. فانت بقى عندك كمدير فني الكابتن علي ماهر، هيبقى عنده نوع من الانسيابيه، او عنده اوبشنات كتيره جدا في الثلاثه اللي موجودين دول، زائد رضا طبعا 10 وناصر 10، بقى عندك 5 نص ملعب. انا بقول عليهم باذن الله ربنا يبعد عنهم الاصابات، ان انت هتلعب في 4 بطولات، الخمسه دول هم هيكونوا شخصيه نص الملعب اللي عندك. فانت عاوز تلعب مدافع، ممكن تلعب بالثلاثه نزت ومهند وغنام. عايز تلعب باثنين ثمانيه، ممكن يلعبها لك الاثنين. عايز تلعب باثنين وقدامهم واحد، يبقى قدامك رقم 10. فاحنا عندك هيخلق لك نوع من انواع الاختيارات الكتير طبعاً. طيب علي الفيل هي الصفقه الثانيه اللي بعده، هم صفقتين بس اللي بشكل رسمي، وقلنا انه في 2 ان شاء الله باذن الله على مقربه، راس حربه وحارس مرمى ان شاء الله باذن الله. علي شخصيا طبعا، باسم علي وهشام صلاح طبعا. علي من الشخصيات الجميله جدا، اللي هو لما دخل اوضه اللبس ما حسناش، حسينا ان كل الناس دخلت الحمد لله، مش غريبه عننا، لكنها معانا من اول السيزون. فعلي من راجل جدا، حد من الناس اللي انت تقدر تعتمد عليهم، بقى عندي منافسه في الحته ديت الحمد لله، فضل ونعمه كتيره جدا. وانا دايما بقول، عشان انا كنت لعبت في الحته ديت، ان الحته دي دايما هي لما بتبقى جامده جامده. فانت الوقت عندك سعد سمير، عندك محمود مرعي، عندك محمود رزق، عندك علي الفيل، وعندنا ربيعه من كوكاكولا كان معانا من السنه اللي فاتت. انت بقى عندك 5 اقوياء جدا جدا جدا. لو عند اي حد عنده لعب. كابتن عبد الظاهر الشبكه يمين شويه شمال شويه. طيب ها طيب قطع الاتصال.